جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز فضيلة الشيخ لمن كان يصلي خلف الإمام وسمع بعض الآيات مثل الآية الأخيرة من سورة الملك فمن يأتيكم بماء معين، هل يجوز أن يقول بلسانه أو في نفسه الله يأتينا بماء معين؟ أو لو سمع الآية من سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى الله أحكم الحاكمين؟ ما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في قول يأتي به الله وهو على كل شيء قدير بعد قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، وكذلك قول وأنا على ذلك من الشاهدين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموضعين حديث، فلذلك لا يجوز أن يقال هذا في الصلاة لا بعد سورة الملك ولا بعد سورة التين لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.